إذا لدينا هذا القسم سهل جدا. هذا القسم ربما نعتبره عبارة عن أعمدة، وأيضا هذه الخلفية لهذا اللون، وانتهينا. هذه الخلفية إذا أردت أن أعرف ما هو اللون حتى أستخدمه، فلنرى ما هو اللون. طبعا يوجد هذه الخاصية هنا، يمكن أن تختار اللون. إذا ها هو اللون، جيد. إذا هذا هو اللون، هذه الخاصية لا أعرف إذا كانت موجودة بكروم، لكنها موجودة بفايرفوكس. طيب، فإذا لدينا هذا، فقط نريد أن نقوم بإنشاء هذه الأعمدة وهذا التايتل. فإذا سهل جدا. إذا بكل بساطة سأغلق الأشياء التي كتبتها هنا، وهنا أدنى الإيمجز سأقوم بأد أفتر، وبأد أفتر هنا سأقوم بتجميع، وأيضا هنا تجميع. هذا سأسميها ماذا أسميها؟ فإذا برايسز تيبلز أو تيبلز، فإذا تيبلز، وهنا سنسميها tables inner أو tables container. then tables container. الآن tables سأختار اللون أن يكون هذا اللون، لون الخلفية. إذا سأختاره من هنا بهذا الشكل، ممتاز. أيضا هنا سأجعل هذا لا تستخدم مكونات داخل المحتوى، لكن container يستخدمها، ممتاز. هذه الفقرة ستتحول ل عنوان. إذا من هنا سنكتب الأسعار مثلا، أو جدول الأسعار، غير واضحة بالنسبة لكم الآن ستكون واضحة. سأضعها كعنوان، نحن نتفق عنوان، لا أعرف H2 عنوان، أعتقد H2 ها هو. وسنختار الثيم هيدنج حتى تظهر بالشكل هذا، ولون النص سيكون هو اللون الأصفر. بالنسبة للكونتينر أو التابل، جيد، يجب أن يكون له بادينج فوق تحت. سنختار 90 بكسل حتى يعني يكون هنالك اتساق، يجب أن يكون هنالك اتساق يعني بالتصميم الخاص به. كلما كان هنالك اتساق يعني يسهل عليك أنت، وأيضا يسهل على الناظر فهم الأشياء أكثر عندما يجد الفراغات متساوية نوعا ما. وهذه القصص. الفقرة الثانية هذه ستكون هي عبارة عن مجموعة، بداخل هذه المجموعة سأكتب tables، سنسميها tables. لا تقولوا أنا لا أعرف أكتب، أنا أعرف أكتب فعليا، لكن مع البات يصبح فايرفوكس بطيء. فإذا tables مثلا هكذا، وهنا بالنسبة للتباعد المكونات بالتيبل كونتينر نريد أن يكون 32 بكسل أعتقد، أو 30 أعتقد، 30 ربما أو 50. ما هو كان هذا التباعد المكونات هنا؟ إذا حتى يكون هنالك نفسه سأختار نفس الرقم. فإذا تباعد المكونات 50، وبالتالي هذا أيضا سأضعه 50. أوكي، وهنا بداخل المجموعة هذا سأضيف ثلاثة أعمدة بشكل متساوي. إذن هذه ثلاثة أعمدة، جيد. وبالعمود الأول ما الشيء الذي سنضيفه؟ سنضيف العمود الأول هنالك عنوان والسعر وقائمة وزر. فإذا دعوني أكتبها هنا حتى لا أنساها. فإذا لدينا title price list وباتن. فإذا هنا تالي سنضيف بداية عنوان، هذا العنوان سيكون H3، سيكون بالمنتصف. سنعطيه اللون النص هذا، يمكن أن نعطيه medium الحجم. وهنا سنكتب مثلا الحزمة الأولى مثلا، أو كما يقولون الحزمة البرونزية، هكذا يكتبون بالمواقع البرونزية مثلا. أدناها add after، سيكون لدينا البرايس. البرايس هو عبارة عن فقرة، فإذا يمكن أن نكتب مثلا هنا 300 مثلا دولار بهذا الشكل، وأيضا يكون متوسط. وهذه 300 دولار ستكون لونها هذا اللون الأصفر وكلها. لاحظوا أن هذا يعني علوية قليلا، تعالوا عن السطر، وبالتالي يمكن أن أقوم بتحديدها بهذا الشكل، وأختار من هنا
اختار احرف علوية سيتم رفعها. هذه كلها يمكن ان اضعها large بهذا الشكل. ممتاز. طبعا بعد السعر سنضيف قائمة, then add after. سنضيف قائمة. هذه القائمة سنكتب هنا مثلا الخيار الأول, الخيار الثاني, الخيار الثالث مثلا, الخيار الرابع. واضح؟ طبعا بعد القائمة, الآن سأرتب لكم القائمة لا تقلقوا. فإذن بعد القائمة then add after سنختار الزر, وهنا سنختار زر أو أزرار, وهذا الزر ما مكتوب فيه, مكتوب فيه order أو الطلب الآن, فسنكتب الطلب الآن. هذا الزر سيكون عبارة عن theme button, سيكون النص الأسود, الخلفية الصفراء, والقطر زيرو. أوكي؟ الآن هذا كله متوسط جيد, أو فيه بينه وبين فراغات, يعني هنا يوجد فراغات بين هذا, فمثلا بين هذا وهذا ما هي الفراغات؟ سيعبر عنها بالقالب عادة بمارجن. إذن لدينا هذا, لاحظوا لديها مارجن 10 بيكسل. بالنسبة للفيتشرز 20 بيكسل أدناها, فيمكن أن نكتب هنا 20 بيكسل, أن الفرق بين تباعد المكونات بالعمود 20 بيكسل. فإذن هنا بهذا سأكتب تباعد المكونات 20 بيكسل بهذا الشكل. بالنسبة للقائمة جيد, ففعليا يمكن أن أقوم أنا بتجميعها, أو مثلا عفوا يمكن أن أجمعها تجميع, وأجعل التجميع, إذن هذه المجموعة القائمة تجميع أجعله بهذا الشكل وأجعله متوسط, فإذن محاذاة للوسط هكذا, أو لا عفوا هنا للوسط, وهنا يجب للوسط بهذا الشكل. بالنسبة لهذه الأزرار نفس الشيء, يمكن أن أحاذيها للوسط بهذه الطريقة. جيد. فإذن الآن العمود كله لونه خلفيته بيضاء, فبالتالي هنا سأجعل هذا اللون الخلفية أبيض, وحفظ حفظ ولنرى النتيجة. فإذا قمت أنا بالتحديث لاحظوا ها هي. طبعا هنا يوجد نوع من البادينج لدينا هنا لكل عنصر, فيمكن أن نحصل على هذا البادينج من خلال تحديده هنا. فإذن هذه الايتم, لاحظوا يوجد بادينج 25 بيكسل فوق وتحت, وبالتالي هذا يمكن أن نضيفه أيضا للعمود الخاص بي. هل يوجد بادينج؟ نعم يوجد, فوق تحت 25 بيكسل. فإذا قمت أنا بالحفظ مجددا وتحديث لاحظوا ها هي. جميل جدا. الآن ربما تقول لي أن هذه الخيارات ليست كالشكل الموجود هنا, فكيف سأجعلها بنفس الشكل؟ طبعا هذا شيء يمكن أن نقوم به, لا مشكلة بذلك. بكل بساطة يمكن أن أقوم بإنشاء ستايل خاص لها, فإذن هذا اسمها list في WordPress. فدعونا نذهب إلى functions, وهنا يمكن أن أقوم بنسخ هذا مجددا وألصقه, وهنا أكتب register block style للlist, وسأكتب هنا table list, وهنا theme list, وهي اسمها list واسمها table list. فيمكن هنا أن أكتب شيء هنا أن list style none, وسأمسح هذا. إذن هنا لم يتم إضافة class WordPress block list لهذا المكون, وبالتالي لن يتم تطبيق الستايلات هذا. فيمكن أن أقوم أنا بشيء آخر, أن أكتب هنا بدلا block list أن أكتب UN بهذا الشكل. فإذن الآن تحديث يفترض الآن أن تذهب هذه الأمور الموجودة هنا, وبالفعل ذهبت. الآن الشيء الذي أريد أن أقوم به أن هذه الـ UL ليس فقط أريد أن أقوم بمسح الستايل أو list style, فأنا أريدها أنها display column. جيد. و display column flex direction display flex عفوا و flex direction column, وأريد إضافة gap بينها
جاب يكون 4 بكسل. ويمكن هنا أن أكتب justify content center وهنا أيضا align items center بهذا الشكل. فإذن الآن لو قمت أنا بتحديث يفترض أن يظهر هذا الشيء بالضبط صحيح. وأيضا يوجد هنا لدينا لاحظوا لدينا هذا الخط الذي يمكن أن نعتبره border لنرى الخط هذا جيد. هذا هو الكلر الخاص به. فأنا بالتالي هنا نفس هذا سأقوم بأخذه بهذا الشكل وسأقول أن الـ LI المباشر الابن المباشر أريد لها border bottom 1 pixel solid بهذا الشكل. يمكن أيضا أن أعطيها padding bottom أو padding bottom الذي هو padding block end ويكون 2 بكسل. إذن الآن لو قمت بالتحديث بهذا الشكل لاحظوا ظهر الخط لكنه غير واضح 100%. لو غيرت أنا لونه مثلا الأحمر ها هو لاحظوا أن الخط ليس على كل الجوانب. أن هنا عندما قمنا نحن بالنسبة لهذه القائمة أضفناها ضمن هذه القائمة أضفناها ضمن مجموعة فيمكن أن أقوم بإلغاء التجميع. إذن بكل بساطة أقوم هنا بالنقر هكذا وأقوم بإلغاء التجميع ungroup بهذا الشكل. فسيتم حذفه بهذا الشكل وحفظ وحفظ. إذن الآن مرة أخرى لاحظوا إذا قمنا بإنسبكت element بهذا الشكل وسأجعل أنا البوردر مثلا أحمر بهذا الشكل جيد وهذه الـ UL أو كل L سأجعل لها width 100% بهذا الشكل أو ربما أقوم بجعل الـ width مثلا 80% بهذا الشكل وأقوم بجعل الـ text align center جيد. فإذن نطبق هذا الشيء هنا. فهنا سأكتب الـ width 100% والتكست ألاين سنتر وتحديث. الآن ظهرت لاحظوا يعني أنتم ربما لا ترون هذا الشيء فأنا سألونها لكم مثلا أحمر لاحظوا ستظهر بهذا الشكل. طبعا ربما تقولون هنالك مسافة هنا من أين جاءت؟ هذا من ووردبريس افتراضية دائما يضيف بادينج 40 بكسل لل UL. فيمكنك أنت أن تمسح هذا البادينج من هنا من ال UL فتكتب بادينج ليفت أو بادينج إن لاين ستارت 0 بعد تحديث جيد فأخذت كل البادينج بهذا الشكل. طبعا هذا لاحظوا هو هنالك مسافة أكثر بالنسبة للبادينج بوتوم بالنسبة لل LI. فإذن البادينج له هنا 8 بكسل وبالنسبة للفرق بين كل عنصر وآخر هو 8 لا هو 0 لكن بالنسبة لم يعطي أي مسافة بين الـ LI لكن الـ LI الواحدة فيها بادينج 8 بكسل ب 8 بكسل وأضاف أيضا بادينج 15 بكسل على الجوانب. فيمكن أن نقوم نحن بنفس الشيء مثلا هنا أن بادينج نضيف بادينج بهذا الشكل للـ LI فتكون لدينا بادينج فوق تحت 8 بكسل وعلى الجوانب 15 بكسل لاحظوا. فإذن الآن هي تظهر بنفس الشكل الذي يظهر بالنسبة لهذا. هي أيضا ويت الخاص بها يعني الويت عريض وبالتالي هنا سأقوم بوضعها بهذا الشكل وأختار هنا سمك الخط ونختار عريض وحفظ. فإذن الآن هذا مشابهة جدا لهذا جيد. الآن بقي أن نكرر هذا 3 مرات وبالتالي هنا نفسها هذا العمود يمكن أن أكرره. فإذن أكتب تكرار والعمود الثاني أيضا تكرار. أما هذا سأحذفه والأخير سأحذفه. نحن فقط نريد 3 أعمدة. طيب فإذن هذا يمكن أن نسميها الذهبية أو لا أعرف وهذه الألماسية هكذا يسمون
العروض مثلا الألماسية، وبالتالي هذه الذهبية يمكن أن نضعها مثلا $600 وهذا 900. طبعا نسيت الدولار هنا، ومرة أخرى يمكن أن أميزه بأحرف علوية، وهنا حفظ. لاحظوا أن هذه المنتصف لونها مختلف، فبالتالي يمكن أن أجلب لونها من هنا. وبالنسبة للعمود الثاني هو الذي سأجعل الخلفية الخاصة به بهذا اللون، وحفظ بهذا الشكل. هي نفسها، هذا الفرق أنه يكتب باللغة الإنجليزية ونحن نكتب باللغة العربية، ها هي نفسها. طبعا بالنسبة لموضوع ما هو الموضوع، هنالك خط هنا مثلا، إذا أردت أن تظهر خط مثلا فهذا الخط يمكن ذلك، لكن دعوني أحدث هذا القسم. مثلا تريد مثلا هذا الخط أن تقوم بثرو له، فبكل بساطة هنا تحدد بهذا الشكل، يتوسطه خط بهذا الشكل. طبعا حفظ حفظ، لاحظوا هكذا يتوسطه خط. فإذا ممتاز، هذا أريد أن أحفظه بنمط، فإذا لنحفظه بنمط. فإذا بكل بساطة سأقوم بنسخ التيبلز كلها، هي تيبل واحد لكن أنا أسميتها تيبل بالجمع، لا هي ثلاثة تيبل تعتبر، لا تيبل واحد لكن ثلاثة أعمدة. سأقوم بنسخ هذا، ونذهب للبتنز الأنماط، نختار أي نمط نقوم بنسخه. فإذا copy about us نريد أن نسميه table أو pricing table، والآن pricing table. فإذا هنا سنسميه أيضا pricing table، وهنا أيضا سنسميه أيضا pricing table، وهذا سأحذفها كلها وأضيف هذا وأحفظه بهذا الشكل. الآن سأذهب إلى الفرونت إند بالتمبلت، فرونت إند تمبلت، وهنا سأنسخ هذا وأقوم بتسميته الآن pricing table، هكذا أسميه table أم table لا أعرف، أنا نتأكد. إذن pricing table، pricing table، جيد، هذا فقط، وانتهينا من هذا القسم.